بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. في النهاردة نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة غرباً على مناطق من الصحراء الغربية، موجود فرص أمطار خفيفة غرباً. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يا ريت تطمنينا أخبار الجو إيه النهاردة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود رياح، هل هيكون في غبار في الجو النهاردة وبالنسبة برضو لفرص الأمطار الخفيفة؟ بالفعل اعتبارا من اليوم هتبدأ درجات الحرارة ترتفع من اليوم حتى يوم السبت القادم إن شاء الله على أغلب مناطق الجمهورية بسبب تأثرنا ببعض الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الشرقية أو حتى كمان الصحراء الغربية. فالكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، فبالتالي هتؤدي لارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 35 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كمان محافظات الموجودة في جنوب سيناء، أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، نقدر نقول أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أيضا درجات الحرارة الصغرى هترتفع، تبدأ تسجل درجات حرارة ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. في فترات الليل الأجواء هتكون أجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة كمان إن اليوم متوقع بالفعل يكون في نشاط للرياح سرعاتها تتجاوز 40 كيلومتر على الساعة، بس ده هيكون موجود في بعض المناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد مطروح والسلوم، وده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة. بالإضافة كمان أيضا هيكون في فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد مطروح والسلوم، لكن المناطق الداخلية القاهرة الكبرى بعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد هيكون فيها بعض الأتربة والشوائب العالقة خلال فترات النهار، ودي ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. ذروة ارتفاع درجات الحرارة هتكون غدا الخميس والجمعة إن شاء الله، لأن متوقع مزيد من الارتفاع غدا وتوصل عظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية فترة النهار، المناطق الجنوبية توصل ل 42 درجة مئوية، فبالتالي غدا وبعد غدا هتكون الأجواء شديدة الحرارة فترة النهار مع تقدم الأتربة والرمال المثارة للمناطق الداخلية، ففي كده موجة ارتفاع في درجات الحرارة مع بعض الأتربة والرمال المثارة غدا وبعد غدا. عشان كده بننصح كل السادة المشاهدين بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة علشان ما تزودش إحساسنا الكبير وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مهم كمان إن احنا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا هنخرج بكرة أو بعد يفضل ارتداء الكمامات واحنا خارجين، والقيادة طبعا تكون بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة العظمى. درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 35-24، الأسكندرية 32-21، والعلمين الجديدة 29-21، مطروح 29-21 أيضا، ودمياط 29-20، بورسعيد أيضا 29-20، والإسماعيلية 34-24. نروح للسويس، العظمى هناك 35 والصغرى 24، العريش 30-21، كاترين 28-12، طوبة 33-21، حلايب 31-28، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 35-26، والغردقة 35-26. في الفيوم درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، بني سويف 36-25، الوادي الجديد 40-25، وأسيوط 38-24، سوهاج 39-25، وقنا 39-26، الأقصر 40-26، وأسوان 40-27. خلصت نشرتنا الجوية، ودلوقتي هنرجع تاني لعبد الصمد ومتابعة أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. عودة ليك تاني عبد الصمد. شكرا ليك يا هلا، والشكر موصول لدكتورة منار هاني. شكرا.